مساحة ضيقة يسميها صاحبها بيتا ومأوى. يعيش محمد مع زوجته وأطفاله الستة في غرفة واحدة. الأنروا بالنسبة للاجئ الذي يسكن مخيم المغازي وسط غزة تعدت كونها وكالة إغاثة دولية لتصبح شريان الحياة، يقول الرجل. وعايش 8 طنفار يعني بغرفة واحدة، يعني لما تجيني هذه المساعدة بتجيني كنجدة، يعني إن أطعمي أولادي فيها، لأنه يعني أغلبية الوقت بطعميهم سردينة من اللي بتطلع هذه، بنمشي حالنا فيها. السيرج ما نقدرش نشتريه، انت عارف الطحين ما نقدرش نشتريه، لانه الطحين لما الوكاله تسكر بغلى، وانت عارف احنا قاعدين عن الشغل، فيش شغل. كل المنازل في هذا المخيم سواء، يضطر اللاجئون الى البناء الرأسي لاستيعاب عائلاتهم من دون تنظيم وفي ظروف غير ملائمة لأدنى حقوق الإنسان في العيش الكريم. يقول سكان المخيمات إن تراجع الخدمات التي تقدمها الوكالة أصبح ملحوظا خلال العامين الماضيين. عندنا 8 مدارس في مخيم المغازي، لا يوجد قرطاسية، لا يوجد، كان يعطوا 100 شيكل، كان يعطوا وجبة غذائية، كانوا يعطوا خدمات للطالب الفلسطيني. الآن أصبح الوضع كارثي، لا يوجد حتى بروتوكول صحي، ضعيف جدا، في نسبة إصابات كبيرة جدا داخل المدارس. لا مرافق ترفيهية واجتماعية تناسب احتياجات سكان المخيم. مخيم من بين 8 للاجئين في غزة، يتطور العالم من حولها فيما ظروف ساكنيها تزداد ترديا وقسوة. يفسر اللاجئون أزمات الوكالة المالية غير المسبوقة على أنها استهداف لحق العودة وقضية اللاجئين، قضية مارست وتمارس إسرائيل ضغوطا على الإدارة الأمريكية المتعاقبة من أجل إزاحتها عن طاولة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 70 عاما. باسل خلف، التلفزيون العربي.